السلام عليكم ورحمة الله إخوان. نبدأ مع هذا الفيديو جديد اللي ضحكني بزاف. كما كتشوفوا هذا بوليسي سيحبس واحد السيد في الطريق باش يقيد له مخالفة، لكن كيعطي عذر أن الزوجة ديالو قريبة تولد. داكشي علاش غادي بهذه السرعة. هنا كيسول البوليسي ماشي واحد يقول له فينا سبيطار. You know why I pulled you over just now, sir? Sorry, I was speeding. I'm gonna have to write you a speeding. Because my wife is giving birth to my baby, my son. كما كتشوفوا الترجمه هنا فرح السيد صراحه ارتاح. غتبان له وحده خارجه غادي يمشي عندها مباشره وغيقول لها اختي راني حاصر ما بغيتش نخلص واحد المخالفه، تعاوني معايا يعني شاركي معايا في التمثيله ديالي حتى تخرج سلامات. البوليسي حاضر من البعيد كيشوف فيه، لكن ماشي هنا كتسالي القصه، بالعكس هنا يلاه كتبدا. هذا البوليسي الاخوان ماشي كأي بوليسي، فهو راقبه وبقى غادي معاه، وفي ما مشى كيمشي معاه باش يتأكد باللي راه فريمو هذا ولده. هذا غير فيلم كوميدي بطبيعة الحال. كما كتشوفوا هنا كيديروا عيد الميلاد للدري الصغير، ومازال البوليسي مازال واقف معاه وكيحتفل معاهم. الدري ما عندوش كيفاش يدير، حصلاش ما حصلاش. انا تيلعب مع الدري، كما كتلاحظوا الدري راه سرق الى 9 سنين او 10 سنين ومازال البوليسي معاه. مشاكل صار. انا كيتبان بلي الام ماتت والدري وقيلا راه وصل 20 عام والبوليسي مازال واقف معاه الى 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 حد الساعه. 20 عام السيد كيبان في الفيديو انه شرف بزاف صراحه، والبوليسي مازال واقف معاه. يعني هذا الفيديو هذا ضحكني بزاف صراحة وعجبني، واخا انه كوميدي لكن مضحك مضحك بزاف. في الاخر تيقول لي غادي نخليك مع تحضير. السيد راه الشرف ما بقى فيه، ما بقى قاد على والو. البوليسي كيعطيه السلام و تيمشي. كون غيخلص المخالفة ديالو ما يوصل وما يوصلش لهاد الحالة. انا كنسالي والله فيديو ديالنا الاخوان. يلا تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.